متابعينا الكرام، متابعي جريدة بقاء أهل مصر في كل مكان، مساء الخير على حضرتك. النهارده من مكتب الأستاذ صفا المحامي، محامي فريدة فتاة بورسعيد التي قتلت على يد شقيقها في محافظة بورسعيد. هنشوف تفاصيل جديدة في القضية اللي إن شاء الله هتكون أول محاكمة فيها يوم السبت القادم. السلام عليكم. اولا قبل ما نبدا خالص العزاء لاخوتنا في فلسطين، وبنشد من اذنهم على الهجوم الارهابي من الكيان الصهيوني عليهم، ويا رب يعدها لهم على خير. تاني هام بالنسبه لقضيه المرحومه فريده، هي قضيه حصلت يوم 11/9/2023. ترصد المدعو محمد نبيل ليها وهي راجعة من الجيم، وانهال عليها بضرب بسكين او باتنين سكين كانوا معاه ومطوة، وارضها قتيلا وحاول الفرار، ولكن اهل المنطقة مسكوه، ولما مسكوه اتضح ان هو اخو المجني عليها رحمة الله عليها. ده ملخص الحادثة اللي حصلت، انما بالتفاصيل فيها حاجات كتيرة جدا. حالة النيابة العامة القضية لجلسة 11/11/2023 يوم السبت القادم لاتهام المتهم بقتل المجني عليها فريدة نبيل السيد عثمان عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأنبية النية، وعقد عقدا قاطعا على قتلها لما فاض به صدره من غيظ مفترى وعقل احتنكه شيطانه وجسد استجابة لفريتها، فعد لذلك الأسلحة البيضاء سكنتين ومطوة محل الاتهام الثالث، وقصد إلى مكان والزمان الذي أيقن قدومها إليه اللي هو مسكنها ومكمن راحتها، قابعا منتظر قدومها، وما أن أبصر بعينه المتقدمتين كالسفير حتى باغتها من ورائها مستلا سلاحا ابيض سكينا، وما ان انتبهت لصوته حتى بادرها بنصل سلاحي مجزا جيدا ومسددا نصله اليها غير مره، الى ان خارت قواها فوالى تسديد لجسدها، الى ان اغمد نصله بموضع فؤادها ووقائها جرحات دماء لتسفك محدثا بها الاصابات الموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه، قاصدا إزهاق روحها واستل الحياة منها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ونسبت إليه النيابة العامة أيضا استعراض القوة ولوح بالعنف وهدد بها المجني عليه محمد أشرف فوزي رمضان وقاطني مسرح الجريمة، وكان ذلك لتأثير في إرادتهم للوز عنه ولحملهم على الامتناع عن التحفظ عليه لتسليمه إلى مأمور الضبط القضائي المختصين قانونا حال كونه متلبس بجريمته محل الاتهامين الأول والثالث، وفرض السطو عليهم بأن استنزله شيطانه بسلاحه الأبيض السكين المشهور في مواجهتهم وما عليه من دماء مسفوكة، فأخشى بصيرته وران على قلبه وابتغى التحدي على من يدنو منه وإحداث أثر نصل سلاحي بأجسادهم، وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر وتجدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم على النحو المبين بالتحقيق. ثالثا إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص مطوى وسكنتين بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالأوراق. القضية بعد ما المتهم انهال على المجني عليها اللي هي كانت أخته، حاول ان هو كمان بس مش مجرد ان هو يقتل او يضرب، ان هو يهرب من المنطقة، وان ان هو يفرض سطوة وبلطجة على اهل المنطقة، بيلوح ضد كان في اكتر من تاكسي معدي كان ضرب عليه، في اكتر من شخص حاول ان هو يهدده ويضربه بالسكينة ويطلع يجري وراهم،
زي ما بان من التصوير بتاع الجريمة. الحقيقة الأولانية أنا عايز أقولها إن إحنا المتهم ده ما عادش ينفع نقول عليه إن هو أخو المجن عليها. فكرة إن هو أخوها وفكر إن هو يضربها بتنتفي معاها صلة القرابة وصلة الدم، انتهت خلاص. أنت رفعت السلاح وجهزت نفسك بقالك مدة، وجيت قعدت في بورسعيد 3 أيام عشان تراقب وتشوف وتشوف التحركات وتشوف المكان، وتعرف المكان اللي موجود اللي هتعدي منه فريدة عامل ازاي، تعرف الإضاءة عاملة ازاي، شايف كل الكلام ده وبتعمل له حساباتك. وجيت 3 أيام وانت بتقول زي ما قلت في تحقيقات ان انت بتشرب حشيش وهيدرو، وقعدت ال3 أيام اللي قاعدهم في بورسعيد ما بتشربهمش، وقلت قبليها في تحقيقات ان انت عقدت العزم والنية وانت في اسكندرية لما فلوسك خلصت ان انت تيجي عشان تقتل المجن عليها. فانت جاي مخطط ومدبر وفاهم بتعمل ايه كويس، ورسمت مصلحة جريمتك واستغليت الظروف اللي منها انقطاع الكهرباء، وان بالليل في المكان ده زي ما انتوا حضراتكم عارفين ان بالليل في المكان ده بتبقى الاضاءة هادية اصلا عامة في الاوقات العادية، في ظروف بقى قطع الكهرباء كمان، فبالليل الساعة 10:30 او 11 الا تلت بالظبط المكان يكاد يكون هادئ ويكاد يكون يقدر يرتكب جريمته ويلوذ بالفرار. جه وارتكب الجريمة، وهو بيرتكب الجريمة حاطط كابتشو على دماغه عشان محدش يعرفه، واقف مستخبي ورا مكان اعتبره مكمن ليه، واول ما لاذ بالضحية فالناس ولاد البلد لما طلعوا حاولوا يحموا البنت وهي كانت وقعت من اول ضربة او اول ضربتين كانت توفاها رحمة الله تعالى، حاول يهرب او يجري منهم معرفش الناس، لغاية لما الناس مسكته وقدرت توقفه وتمسكه. قدام جريمة بشعة، يا رب يصبر اهل المرحومة، صبر ابوها وكل قرايبهم. الحقيقة الناس في فجعة جامدة جدا، ومش هما بس، كل المجتمع البورسعيدي من يومها في فجعة جامدة جدا. فكرة ان انا استخدم السلاح وان انا احاول عشان عندي اغراض في دماغي او عندي ضائقة مالية، فان انا اجي افكر ان انا اقتل واطلع اهرب وارجع اورث في اختي تانية قبل ما تتجوز وقبل ما تجهز فستان فرحها اللي هي كانت بتصممه، اللي انا عرفته بعد ما توفت ان هي كانت مصممة بارعة، مش شغالة في محل فساتين افراح، لا هي كانت مصممة في بيت ازياء يعتبر يعني من بيوت الازياء اللي موجودة عندنا هنا، وكانت مصممة فرحها. والنفس اليوم يوم خطوبتها اللي هو يوم 11/9 هو نفس يوم اللي اتقتلت فيه. أمور كتيرة متشعبة في القضية، وأمور كتيرة جواها فيها لسه حاجات كتيرة هتبقى قدام المحكمة إن شاء الله، ولكن الأساسي إن إحنا قدام مجرم استهان بكل شيء من أجل نفسه، استهان بكل قيم الحياة من أجل نفسه، من أجل طمعه في نفسه، ومن أجل أو من أجل طمعه لنفسه في حاجاته وفي فلوسه طول عمره، مش جديد عليه. اللي أنا استشفيته من أوراق إن هو ما كانش جديد عليه حالة الاستئصار لنفسه عن الكل وتفضيل نفسه عن الكل، ما هيش جديد عليه، ولكن الفجعة ان هو يقوم بالكلام ده عشان خاطر يرتكب جريمة زي كده قدام اخته. طب هي كانت تمتلك ايه؟ هو شايف ان الحل ان انا اقتلها علشان اورثها فيه، يعني ايه اللي هي كانت تمتلكه تخليه يفكر؟ هو الموضوع مش موضوع الورث، مش موضوع الورث فقط، هو موضوع حاجات كتير. هو زي ما هو بيقول في الاوراق، مش بجيب حاجة من بره، بيقول ان هو لما ورث من امه خد 50,000 جنيه، وهم كانوا موجودين دول كان السبيل اللي هم اهله بيحاولوا يطمنوا عليه بيهم. هو لما ساب البيت بعد امه توفت راح قعد مع ابوه واخته، هم قعدوا مع ابوه، اخته جالها عريس، عريس راجل محترم، الناس بتشهد ليه، هو مش عاجبه فحاول يفرض رأيه عليهم، وهو في مرحلة كان بيحاول يفرض رأيه وأفكار غريبة على المجتمع اللي حواليه. معرفش أبوه قال له أنا موجود، أنا بكلم كلامه اللي في الأوراق مش بكلم اللي حصل. أبوه قال له أنا موجود، ما ينفعش تقول الكلمتين دول، وأنا موجود ملكش دعوة، أنا لا أقول بس البنتي أو ولا لأ، ملكش دعوة أنت بيها هي بتعمل إيه أو هتخطب لمين أو تتجوز لمين، أنت ملكش كلام عليها، لما موت يبقى لك كلام عليها. أخد الورث سافر خلص فلوسه، وبيقول لفظ في الورق انا كانت اختي منغص عليا عشتي وقرفاني في عشتي انا اسف، وسافرت قعدت في القاهره مع ناس
عرفوني في عيشته برضه، مش حد عاجبه، هو عاجبه دماغه، عاجبه افكاره الشاذة، عاجبه اتجاهاته اللي غير المريضة بمعنى اصح، مش عاجبه حد. بعد ما فلوس خلصت وهو كان وقتها في اسكندرية، فكرت ان انا اقتل فريد. طب ليه بعد ما فلوسي خلصت؟ بالظبط، ما ده اللي انا بسأل فيه. فريدة كانت بتشتغل بتجتهد، كانت قبل ما تشتغل وتجتهد كانت بتسعى على والدتها، بتطبب والدتها، بتسافر معاها راحة جاية معاها عند الدكتور، كانت والدتها مريضة وكانت بتسافر معاها، هي اللي بترعاها، هي بتعمل كل حاجة، وهو كان قاعد في البيت ما بيعملش حاجة. فهو طبقا في الأوراق بيقول إن هي كانت قرفاه، بس هو اللي كان قرفهم في حياته. لما فلوسي خلصت فكرت ان انا اقتلها، هو اللي بيقول الكلام ده مش انا. معاها ايه؟ الله اعلم، ممكن يكون هو مفكر وراها حاجه من ان هي بتشتغل. استاذ محمد، الصفه التشريحيه دي اللي بنجن عليها جت، الصفه التشريحيه ده ايه؟ طريقه الطب الشرعي. الضربات الطريقه الطب الشرعي في جرح ذبحي، انا ممكن اجيبه لك من اوراق عشان خاطر ما نسويش. بس هو تقريبا الصفة التشريحية اتكلم على ان هو الكشف الظاهري، الجرح مسوي الحواف مستعرض الوضع بطول 3 سنتي بيسار الصدر على بعد 8 سنتي من خط المنصف للصدر واسفل مستوى حلمة الثدي، هو كان قتلها من الناحية الشمال، وهو في اقواله كان مصر ان هو يكون واقف جنبها من خلفها من ناحية اليسار او من ناحيه الشمال بتاع المرحومه فريده. عشان ايه؟ عشان خاطر تموت بسرعه. ده كلام عارف كل حاجة. هو جاي عارف بيعمل ايه بالملي، دارس وفاهم وعارف انا هاجي من وراها، هي هتيجي من الشارع ده، هقف وراها في الحته دي، هند عليها، هبص هيبقى جنبها الشمال ناحيتي، هضربها على رقبتها تقع، مديها ضرب الوضع غائب بطول 15 سنتي خلفيه العنق يمتد من اسفل شحمه الاذن اليمنى حتى اسفل شحمه الاذن اليسرى، ويصل من الاذن للاذن، ويصل حتى عظام الفقرات العنقيه، واتنين جرح مساوي الحواف مستعرض الوضع طول 6 و7 سنتي اسفل خلفيه العنق اسفل الجرح الذبحي على طول، جرح قطعي بطول 5 سنتي اعلى خلفيه الكتف الايسر، جرح مساوي الحواف 6 سنتي خلفيه الكتف الايسر، جرح مساوي الحواف تاجي الوضع بطول 5 سنتي عالية خلفية الرأس. يعني كده في ضربات متتالية قاعد يضربها زي ما بان في الفيديو، الضربة الأولى في الثانية في الثالثة، نزل بعد كده ما نزلت عند جنبها، عم ضربها بجنبها الشمال لحد ما اتأكد إن هي ماتت، لغاية ما اتأكد إن هي ماتت. فأمن عليها زي ما هو قال برضو في أوراقه في النيابة العامة، في أقواله في النيابة العامة. طب حضرتك قلت إن شاء الله يعني الجلسة بتاعت يوم السبت ممكن، او اكيد ممكن مش هيبقى فيها حكم نهائي، مفيش حاجه اكيد، بس هو بنسبه كبيره جدا هي جلسه اجرائيه، جلسه اللي هو الجلسات الاجرائيه، اذا كان لي محامي هيحضر معايا او الدفاع هيحضر معايا فدي جلسه اجرائيه، اذا ما كانش لي فالمحكمه هتعين له محامي يحضر ويترفع عنه في الجلسه القادمه ان شاء الله. وسعينا ان شاء الله بتطبيق قصاص العدل، سعينا ده مش توقع، ده سعي. هل زي ما يقال ان الاب ممكن ان هو ينزل عن حق الدم زي القضيه اللي قبلها؟ الاب بيشبهني في القضيه دي بسيدنا ادم، تشبيه مخل، بس هو شبهني بسيدنا ادم زي ما سيدنا ادم عمل كده، انا شايف الاب بيعمل دلوقتي، هو زي ما ده حصل هو بيحصل دلوقتي، هو دلوقتي بيسعى لحق بنته اللي راحت. والاب كان عنده فجعة لو ما كانش تجاوزها ما كانش قدر ان هو يكمل لغاية دلوقتي. الاب ما كانش يعرف حاجة عن القضية،
عن الموضوع كله عن الحادثة خالص. الأب كان في البيت، جاله حد خبط عليه قال له تعالى معانا يا حاج، كان جاي له من اسم مناخ، تعالى معانا. خدوه، طب في ايه؟ قالوا له بس مفيش حاجة، تعالى معانا وانت تعرف الاسم. ركب معاهم العربية ووصل للاسم، دخل جوه، عندك اسم محمد، عندك ابن اسمه محمد، ماله في ايه؟ هو مات؟ والراجل كان مصرخ على ابنه، قال له لا ما ماتش، موجود. ايه اللي حصل؟ طب في ايه؟ بنتك فريدة ماتت. ايه اللي حصل لها؟ ابنك محمد قتلها. فالفجعة اللي الحاج نبيل ده مر بيها، وبعديها تمالك نفسه واهله جنبه وحواليه، الناس عندها تصميم تطبيق شرع ربنا وحق ربنا يوصل للبنت دي، امانة ولازم انها توصل. يعني هو ما وجاش ابنه في التحقيقات ولا لا في النيابة؟ هو كان موجود وهما في النيابة مع بعض، بس ما عرفش شافه ولا لا، ما سألتش فيه اصلا. طب يعني منتظرين ان شاء الله ممكن يبقى هيبقى في تأجيل يوم السبت يعني هنقول بنسبة مش كبيرة يكون في حكم، بالنسبة مش كبير، لأن ما ظهرش زميل محامي ليه لغاية دلوقتي. لأن هو يبقى محامي محامي الدفاع عنده، ما ظهرش زميل الدفاع لغاية دلوقتي لسه. فلازم يجيبوا له محامي. لازم يكون في دفاع. طبعا احنا بنشكرك يا استاذ محمد. العفو يا فندم. ان شاء الله نتابع مع بعض القضية في داخل قاعة المحكمة في محافظة بورسعيد. ان شاء الله يا فندم، شاكرين جدا. متابعينا الكرام، متابعي جريدة موقع أهل مصر في كل مكان، شكرا لمتابعتكم. كانت معكم سعادة جيب من محافظة بورسعيد.